لدينا مناظرة عقلية وفكرية في الدين والسياسة والفكر لخدمة الثقافة والمجتمع. مناظرة بين قيمتين تعتز مصر بهما، بين قامتين تعطيان اليقين أن بلادنا مصانة بحكمائها. مناظرة لم يدفعنا إليها ولم يدفع طرفاها لها البحث عن إثارة تلفزيونية أو معركة يشتبك فيها خصمان، فلا خصومة في الوطن، وضيفانا لا شك في وطنيتهما ولا في انحيازهما للعقل والمستقبل. مناظرة أسعدنا، ومن المؤكد أن يسعدكم، أن كلا طرفيها رحب بلقاء الآخر ترحيبا شخصيا وفكريا، بمنطق أن أمواج الاختلاف في الرأي والاتجاه الفكري مهما كانت عالية فليس معنى ذلك أنها ستقودنا للغرق في دوامات المشاحنة والتخوين والتعصب، بل يمكن مع ملاحين مهرة كضيفينا أن تحملنا إلى شاطئ غد أفضل. مناظرة كما وعدتكم ليس هدفها إشعال النار، بل البحث عن مساحات الضوء في حوار عقلي يليق بأسماء ضيفينا وبأعلامنا وبمصر التي تعتز بكليهما. نعتز ونفخر أن يستضيف البيت بيتك هذه المناظرة الفكرية غير المسبوقة على الهواء مباشرة بين فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية والمفكر والشاعر الكبير الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي. أهلا بك فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ أحمد، وشكرا لك دعوتنا. فضيلة المفتي، اسمح لي أبدأ من الأستاذ أحمد علشان البداية كانت من عنده. أستاذ أحمد، كنت معنا الأسبوع الماضي على الهواء مباشرة وقلت فيما قلت في معرض حديثك أن في كثير من الأحيان وفي بعض الخطاب الديني تجده مرشحا للإرهاب. أيوه. فسر. الخطاب الديني الذي تحدثت عنه هو المجمل الذي يمكن أن يتلقاه الإنسان من مصادر متعددة، فأنا لم أكن أتحدث عن مصدر واحد، إنما تحدثت مثلا عن بعض خطب الجمعة التي أستمع إليها أنا شخصيا مباشرة، وأتحدث عن بعض ما ينشر في الصحف، وأتحدث كذلك عن بعض ما يقال في بعض برامج الإذاعة والتلفزيون، وأتحدث عن بعض ما ينشر في كتب، أتحدث عن فتاوى، أتحدث عن مظاهر مشاهد في الشارع. مثلا عندما أجد أن بعض السيارات أو كثير الآن منها قد زينت يعني نوافذها وزجاجها بعبارات لها طابع ديني، وأحيانا لها طابع ديني عنيف، كأن أجد سيفا مثلا وقد كتبت فوق السيف بعض العبارات الدينية المعروفة. أتذكر على الفور ما حدث في الإسكندرية، تلك الفتنة الطائفية التي خرج فيها أحدهم بسيفين يهاجم بعض المصلين المسيحيين. هذا ما كنت أقصده عندما كنت أتحدث عن الخطاب الديني، والأمر يتعدى ذلك على كل حال. واسمح لي أن يعني لن أطيل، ولكن فقط أريد أن أفتح مجال الحديث كما يعني تفضلت وطلبت مني، إنه الأمر لا يتجاوز هذا إلى المطالب. يعني نحن فقط لا نشكو من الخطاب السائد، وإنما نحتاج إلى خطاب جديد، نحتاج إلى خطاب آخر، لأنه الحوادث لا تتناهى والنصوص تقف عند الحدود، ونحن في حاجة في هذه النصوص إما إلى تفسيرها تفسيرا جديدا يتفق مع تطور العصر والاجتهاد في فهمها، أو نحتاج كذلك إلى نصوص جديدة، إلى أحكام جديدة، لأن هناك حوادث لم تكن موجودة من قبل، وبالتالي هي مطروحة علينا، كما أن هناك نصوصا لم يعد لها واقع تنطبق عليه. نعم. وهذا هو الإطار، هذا هو الإطار العام. قبل أن أسمع تقييم فضيلة المفتي، هذه الفتاوى وهذه السلوكيات الخاطئة في الخطاب الديني تسمعها من المصادر الرسمية وغير الرسمية؟ أيوة. شكرا جزيلا فضيلة المفتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في يوم السبت الماضي، وحتى يكون المشاهدون معنا على خط واحد،
اجتمع هنا أربعة من الفضلاء، منهم شاعرنا ونرجو أن يشعر بنا الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي، وهالني أن الأمور قد تطورت في الكلام حتى زج بالمؤسسة الدينية كسبب خفي وراء الإرهاب، أو سبب نستطيع أن نقول عنه أنه السبب الكامن وراء الإرهاب. ثم ضرب في ذلك مثل، ومثل واضح، وهو فتوى تتعلق بتحريم التماثيل. صحيح. وبدأ وهذا إثر كلام حكيم صدر من الأستاذ مكرم محمد أحمد، بيقول فيه إن الأزهر عمره ما خرج ولا فرخ إرهابيين، وأن الأزهر دائما كان يعلم الناس الرأي والرأي الآخر، فاتسعت آفاقهم واستمعوا إلى هذا الحوار وعرفوا حقيقة ولب الدين، وأنه يوحد ولا يفرق، وأن هناك اختلاف تنوع، وأن هذا الاختلاف التنوع لابد منه حتى نصل إلى الكمال والتكامل. فعلق عليه الأستاذ عبد المعطي حجازي وقال له: لا، أنا معترض معك على هذا، ده في هناك ومن المؤسسة الرسمية فتاوي تصدر ترشح الإرهاب. وأتى بمثال قضية تحريم التماثيل، وأصبحت أنا في سياق الكلام وبدون تحليل له وتحليل مضمونه مرشح للإرهاب. وأصبحنا بعد ذلك نسأل سؤالا خطيرا جدا، وهو أنه بعد ذلك أين المرجعية؟ إذا كان مفتي الديار وحامي الزمار مؤيد للإرهاب، وإذا كانت مثل هذه الفتوى التي تحرم التماثيل مرفوضة رفضا وكأنها تخالف سنة الله في كونه، وكأنها تخالف الفطرة الإنسانية، وكأنها تخالف النظام العام والأداب، وكأنها تخالف العصر وما فيه، وعلى ذلك فقد أخطأ هذا الرجل خطأ بليغا، فأين المرجعية؟ وهذه هي أخطر ما في المسألة. أين المرجعية؟ نحن المرجعية، نحن بذلنا من ثمرة حياتنا ما استطعنا به أن ندرك النص بمنهج علمي. وأرجو من المشاهدين أن يضعوا دائرة حول كلمة المنهج العلمي، لأن الدين علم. طبعا الدين علم، علم وليس مجال. الفن مجال، السياسة مجال، الرياضة مجال، لكن الدين ده علم. التدين مجال، ولكن الدين ده علم. درسناه في الأزهر، ودرسناه بمنهج استوفى أركانه الخمسة من المنهج والكتاب والأستاذ والطالب والجو العلمي، ودخلنا امتحانات وحلينا وحفظنا ونسينا وسقطنا ونجحنا، وأخذنا الشهادات المتدرجة إلى أن أصبحنا متدربين على فهم النص. ولكن لابد علينا أن نفهم أن هناك نصا، ولابد علينا أن نفهم أن هناك حجية لهذا النص، وأن هناك توثيقا لهذا النص، وأن هناك فهما لهذا النص. الحجية والتوثيق والفهم، وأن هناك أدوات للتعامل مع هذا النص، كما أننا قد تدربنا بحمد الله تعالى حتى أصبحنا مرجعية عالمية وليست محلية. وهنا أيضا كلمة عالمية نحط فيها خط، لأنها مهمة جدا في حكاية التماثيل. نعم. دي نحن نخاطب، وتأتينا الفتاوى من كل مكان، من طنجة إلى جاكرتا، من غانا إلى فرغانا، ولسنا قاصرين على مصر أو على القاهرة. نحن بالأزهر الذي له 1000 سنة يتصدر وسطية أهل السنة والجماعة، ويرفض كل خرافة، ويرفض كل تطرف. نحن نخاطب أمة قد أختلف معك في الرأي وتختلف معي، ولكن لا لدرجة أن أسب بأنني إرهابي، ولا بأني مرشح للإرهاب، ولا أسب بأنني متخلف، ولا بأنني رجعي، ولا بأنني كذا وكذا من هذه الكلمات التي وردت. فالشريط عندي لو سمحت، خليني أكمل بس علشان أنت أصلحنا اللي أرسلنا الشريط، هتدينا فرصة نتكلم أنا والأستاذ عبد المعطي. صحيح. فدينا فرصة بس عشان الناس تفهم هي في إيه. الناس دي قاعدة ليه؟ الناس دي قاعدة يا أخواننا لمصلحة الوطن،
الناس دي قاعدة لأن الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي مصري، ولأن علي جمعة محمد مصري، ولأن تامر أمين بسيوني مصري. وهذه البلد التي نريد أن تعدي إلى بر الأمان والتطور وكذا إلى آخره، قد تختلف وجهات نظرنا في البرنامج الذي نتخذه من أجل أن نصل إلى هذه القوة المشاركة في الحضارة الإنسانية، أن نجد لنا قدما في هذا العالم. قد تختلف وجهات نظرنا، ولكن هل يا أستاذ عبد المعطي من المناسب أن نصف مفتي الديار وحامي الزمار ومرجعية الدين في البلد بأنه يرشح الإرهاب؟ هل يا أستاذ عبد المعطي من المناسب أن نصفه بالتخلف والرجعية كما ورد على كثير من الكتاب، ولم أرد عليه ولم أعامل السيئة بالسيئة، من أن هذا قد فقد ذكاء العصر، ومن أن هذا متخلف، ومن أن هذا كذا وكذا وكذا؟ يا أستاذ عبد المعطي ومجموعة يا جماعة المثقفين في البلاد، هيا بنا إلى كلمة سواء نفيد بها هذا الوطن، لا نخرج من هويتنا، لأننا لا نستطيع أن نخرج من هويتنا، وإذا خرجنا منها فإننا لن نفلح. طاقتنا ونبذل كل ما في طاقتنا من أجل هذا البلد السعيد، ولكن لا نخرج من ديننا، لا نخرج من هويتنا، لا نخرج. جزء لا يتجزأ مني هو ديني، وجزء لا يتجزأ من ديني هو مصادري. فالذي حصل أيها المشاهد الكريم، ولما نحن الآن هنا، أن المفتي سمع الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي وهو يدخل فتوى التماثيل، ويا عجبا، في قضية مقاومتنا جميعا للإرهاب أنا وأنت. هذا الذي جعلني أقول أنا أريد أن أتكلم في هذا المجال. تمام. فقالوا لي لا، من المناسب أنه برضو الأستاذ عبد المعطي يجي. فرحبته مباشرة وقلت له أيوة يجي، من حقه أن نسمعه، ومن حقنا عليه أن يسمعنا، ومن حقنا أن نتجادل أمام الناس وأن نبين للناس، نقول تعالوا يا خلق الله أنتوا عايزين إيه؟ ايه الحكايه؟ واحنا اختلفنا في ايه واتفقنا في ايه؟ ولكن جاعلين مصلحه هؤلاء الناس، الفلاح الغلبان والعامل اللي احنا احتفلنا بيومه اول امس، هذا ولا امس امبارح كان واحد بس كان الاحتفال يوم الخميس، عايزينه يبقى سعيد، يبقى متطور وقوي في حياته الدنيا. ومن اجل ذلك جئنا إلى هذا الحوار. إلى طيب هذا الحوار. أستاذ أحمد، فضيلة المفتي ذكر ثلاث نقاط تحتاج إلى الرد. أولا يعني سنرجئ مسألة التماثيل وفتوى التماثيل قليلا، هي فكرة المرجعية. هل شككت في مرجعية الإمام الدكتور علي جمعة كمرجعية مهمة في هذه، ليس فقط في مصر، وقال في الأمة الإسلامية من بنجلاديش وكذا وكذا وكذا؟ أولا اسمح لي وسوف يعني أتحرى الاختصار حتى أستمع أكثر إلى فضيلة المفتي، لكني سوف أجيب. أولا أحب أن أعلن على أن سوء أمام فضيلة المفتي أني أكن له كثيرا جدا جدا من الاحترام والتقدير، وأنا كذلك من قرائه قبل أن أراه، وهذه أول مرة أراه، وقد وجدت في كلام المفتي كثيرا من سعة الصدر و تحرر العقل والسماحة والقدرة على الحوار، وأعجبتني فيه ملحوظات أريد أن أذكره بها الآن. مثلا أنا طبعا لم أتحدث عن الأزهر بالإجمال، ولكني تحدثت أو عن المؤسسات الدينية بالإجمال، ولكني تحدثت عن بعض الفتاوى وبعض الآراء التي تنشر هنا وهناك. وفضلتك قرأت لك كلاما عن الشيخ المطعني في حديثه عن زكي بدوي، ألا تعتقد أنك أيضا في هذا الكلام قد وجهت شيئا من النقد للشيخ المطعني؟ هل وصفته بأنه متخلف؟ لم أصفك أبدا بأنك متخلف. طب نعيد الشريط؟ لا، أنا لم أصفك بأنك متخلف، وأنا لم اسمح لي في هذا كله. نعم.
وحتى في كلام يعني الإرهاب وأن هذا كلام يرشح للإرهاب وهذا قلته، لكني لم أكن أقصد أن كلام المفتي بالذات يرشح للإرهاب، ولكني كنت أتحدث عن خطاب ديني شائع يرشح للإرهاب. يعني إيه؟ يعني عندما أجد أننا الآن نشغل أنفسنا بالحديث في قضايا يمكن أن تؤجل ويمكن أن نختلف فيها ونتفق، ونقدم قضايا أخرى نجد أنها أولى الآن بالحديث، فضلا عن أنه بعض القضايا ومنها قضية التمثيل، وأنا طبعا لن يعني أناقشها الآن زي كما 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 يعني طلبت، ولكن قضية التمثيل أجد أنها قد حسمت منذ عام 1902 بالفتوى الشهيرة للإمام محمد عبده. إذا أردنا أن نتحدث فيها مرة أخرى فمرحبا. سنتحدث، نتحدث الآن عن ما فهم من فضيلة المفتي أنك قد شككت فيه كمرجعية. لا، أنا لم أشكك فيه كمرجعية، ولكني تحدثت عن أن الإسلام ليست فيه مرجعية كتلك المرجعية التي نفهمها من السلطة، من وجود سلطة دينية في الديانات الأخرى. فالإسلام ليست فيه هذه السلطة الدينية، ولذلك يعني إيه الإسلام ليس فيه هذه السلطة الدينية؟ ليست فيه هذه السلطة الدينية. استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك، فأنا من واجبي أن أستمع لفضيلة المفتي ولأي عالم آخر، لكني في النهاية أستفتي قلبي، بمعنى أنه لا، ليس في الإسلام من يقول افعل ولا تفعل، وهذا وهذه هي حقيقة الإسلام كما قرأت. عايز تقول إن لا أحد ينصب نفسه وصيا على الدين، تمام، ولا أحد يستطيع أن يرغم مسلما على أن يتبع هذا الطريق دون الآخر، وأستطيع ويستطيع كل مسلم أن يختار لنفسه، على كل مسلم أن يسعى إلى العلماء ويتعلم منهم، ولكنه في النهاية حر مختار يستطيع أو ينبغي عليه في النهاية أن يفعل ما يطمئن إليه قلبه. ففكرة المرجعية، فكرة المرجعية بمعنى طبعا أنه لابد أن نطلب العلم لدى العلماء، ولا شك أنه فضيلة المفتي عالم من علمائنا وأنا أطلب علمه وأستفيد منه، ولكني في النهاية مثلا هذه الفتوى التي قدمها حول التماثيل أنا أقرأها وأستفيد منها ولكني لا أخذ بها، بل أستطيع أن قبل التماثيل من قال أن فضيلة المفتي يرغم الناس على اتباع منهج معين؟ هو في النهاية يرشدك بما أوتي من علم، هذا هو، وأنا يعني أطلب هذا وأقر به وأرفض أن يكون هناك أي إرغام. تمام. النقطة الثانية ذكرها فضيلة الإمام هي فكرة الأممية، هل أنت ضد فكرة الأممية في الدين؟ الأممية في الدين؟ يعني تصحيحا للسؤال أنا لم أتكلم عن الأممية بالمعنى هذا، إنما أنا أتكلم عن أن مؤسساتنا الدينية في مصر والحمد لله قائدة رائدة، وأن هذا يفخر به كل مصري، كل مصري مسلم أو غير مسلم، وأن مؤسسة الدين في مصر أخذت من الثقة من طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا ما يؤهلها لأن تكون مرجعا يرجع إليه المسلمون في العالم، في ديار المسلمين وفي ديار غير المسلمين، في 56 دولة اللي تبع المنظمة اللي في جدة وفي غير 56 دولة من مرجعية أممية. فإنني رائد قائد علمت الناس، لا شك فيها، وأنت لابد عليك أن تفخر بهذه المؤسسة، أكيد، وأن تفخر أنها في بلدك، أكيد، وأن تؤيدها، لا أن تبين للناس أنه إذن مدام الأمر كذلك فأين المرجعية. هذا سؤال حائر، أي، ولكنه حيرة يعني كأننا لا نرضاها. هذا تصحيح السؤال. هذا يا فضيلة المفتي إذا سمحت لي، تفضل. أنا أفخر بما ينبغي بما أرى أنه محل للفخر في هذه المؤسسة، وأقف أيضا عند ظواهر وعند جوانب في عمل هذه المؤسسة أرى أنها تستحق النقد فأنتقد، لأن هذه المؤسسة النقد الذاتي أمر مهم طبعا، وهذه المؤسسة وليست لدينا منزهات مؤسسة منزهة،
وكل مؤسساتنا بما في ذلك المؤسسات الدينية، لأنها في حقيقة الأمر مؤسسات علمية وليست سلطة دينية. هذه المؤسسات العلمية نستطيع أن نقول لو أني الآن قرأت ما قاله محمد عبده عن الأزهر الشريف لا 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 لفوجئ كل المشاهدين، لأنه قال كلاما قاسيا جدا آنذاك. فأنا لا أستطيع أن أستهين بعمل الأزهر الشريف، ولا أستطيع كذلك أن أقلل من ما حققه الأزهر الشريف وعلماءه وأبناؤه، كما ذكرت فضلتك من غانا إلى فرغانة عظيم. ولكني أستطيع أن أقول هذه المؤسسة العظيمة الألفية التي ملأت الدنيا علما ودينا، كيف نفسر أنها عجزت خلال 30 عاما عن أن تضع حدا لهذا الفكر الذي يسوق الناس إلى الانتحار ويجعلهم أدوات للدمار؟ كيف عجزت وقد ملأت البلاد بالمعاهد والمؤسسات المختلفة إلى غير ذلك، وهناك صحف الآن تنطق باسمها، وهناك إذاعات، وأنتم الآن تتحدثون عن قناة فضائية إلى غير ذلك، وأنا قرأت ما كتبته فضلتك حول هذا الموضوع بعد عودتك من الكويت. كيف تفسر عجزنا عن مواجهة هذا الخطر الداهم، هذا الإرهاب الأسود الذي كنا نناقشه يوم السبت، وهذا هو الذي جعلني أتحدث عن دور هذه المؤسسة في التصدي لهذا الخطر؟ سؤال لابد طيب من الجواب عليه. في نقطة ما تسمح لنا نجري الحوار؟ طيب أنا ممكن نستعين بيك. أنا استعين بيك، ما تخافش. ما تخافش، مش علشان بناء الحوار. فضلتك ذكرت 3 نقاط في حديثك لازم يرد عليها أستاذ أحمد. لا، هم نقطتين والتماثيل مؤجلة. لا، مش التماثيل، هي فكرة أن ذكر ضمنا أن فضيلة الإمام يرشح للإرهاب، لابد أن يرد عليها. حضرتك اتهمت بذلك ومن حقك علينا أن يرد عليها. سيكون الأمر مكرورا، لأنه الآن بين أنه لا يقول ولا يدعي هذا ولا يقصد أنا خلاص ولا يقصد ولا أقصد أن أتهم الإمامة بالذات، لا. نعم، إنما خلاص تكلمت عن خطاب ديني شائع متشعب الأجزاء ويدفع له. وبالتحديد ذكرت كما أتذكر الآن موضوع السيارات اللي صحيح اللي عليها اللي حضرتك تصدرت بيها، لم أكن ولم أتحدث بالذات. هيا بنا نجيب على هذا السؤال. أيوة، يجب علينا ونحن نقوم الأشياء أن نقومها بواقعها. أيوة، أنا أعرف أنك يعني أنا كنت أسميك في شبابي يعني الشاب المتمرد، ما أعرفش إذا كنت توافق على لا، وما زلت الشاب المتمرد كمان. لا، أنت لسه شاب. فالشاب المتمرد التمرد قد يكون مفيدا، ولكن ونحن نقوم الأمور أرى يعني أحب أن أراها على ما هي عليه، بسلبياتها وإيجابياتها، أو في نقدنا الذاتي يجب أن نكون في هدوء وليس في طبعا توتر. الأزهر عجز عن مقاومة الإرهاب في 30 سنة الماضية، عبارة هي عايزين نشوف تحقيقها إيه. الأزهر يا أخوانا عنده 7500 معهد أزهري فيهم 1.5 مليون طالب. الأزهر عنده جامعة فيها 400,000 طالب، المجموع 2 مليون، غير اللي تخرجوا وعايشين في 50 سنة الأخيرة دي، غير اللي تخرجوا وملأوا الأرض من طنجة إلى جاكرتا برضو. الأزهر لولا وجوده لتحولت مصر إلى العراق، ولا تحولت مصر إلى أفغانستان، والأزهر نجح في ضرب الإرهاب، والإرهاب لن ينتهي لا دلوقتي ولا بعد 100 سنة. ده الإرهاب ده مشرب إنساني ندل خسيس، فطرة شيطانية انحرفت إلى الشيطانية،
ولذلك ما دام الخير والشر في هذا العالم فالإرهاب لن ينتهي. وتكليف الأزهر بأن ينهي الإرهاب وإلا كان فاشلا وعاجزا كلام غير مقبول. الأزهر نجح نجاح باهر في إنك يا شرق يا غرب ما فيش واحد فيك متخرج من الأزهر تلوثت يده بدماء الناس، وده اللي قاله الأستاذ مكرم يوم السبت. أيوة. ده صحيح. أيوة. دي ما هياش الفتنة إلى شيء. العيال أصحاب الفكر قبضوا أيام في التسعينيات على حوالي 16,000 واحد من العيال الإرهابية اللي قتلوا. أيوة. وعملوا التنظيمات اللي بنى منها دي الجهاد والجماعة الإسلامية وكذا إلى آخره. حاصروهم أول عن آخر لقوهم 80 واحد منسوبين إلى كليات الأزهر. جلسنا مع 16,000 يا واد اختشي ويا واد عيب، ده المنهج كذا والبتاع كذا. رجع منهم حوالي 13,000 من علماء الأزهر. وهذا برضو سمعت يوم السبت أنه لم يوزع، لا أذيع في التلفزيون المصري الجدال مع هذه الجامعات. أذيعت في وقتها في التلفزيون المصري ولمدة 3 سنوات متصلة، وعلماء الأزهر استطاعوا أن يرجع على أيديهم أكثر من 13,000 بني آدم أصبحوا أسوياء في تفكيرهم. مين أول ناس من 13,000 دول؟ 80 واد بتوع الأزهر اللي جاهزين اللي ضللوا. فانكشف لهم الحال، اعدل روحك يا واد، بص هنا هو بص. لا الواد بقى ياخد 6 ساعات بتاع الأزهر، والواد التاني بقى ياخد 6 سنين. أيوه. علشان الفكر لا يفل إلا بالفكر، والحديد لا يفل إلا بالحديد. وانت فاكر هذا الكلام وفاكر العبارات بتاعته أنها كل جمهور المثقفين دعوا إليها. من قال أن الأزهر قد عجز وهو قد قضى على الإرهاب ولم يحدث فيه إرهاب ودعا إلى عدم الإرهاب في توازن فريد؟ وسوف كلمة توازن دي يا أخوانا خدوا بالكم هنا، في توازن فريد. أيوه. يستطيع بنا أن نقرأ الكتاب والسنة والتراث الإسلامي، وأن نقرأ المعرفية والمنهجية والتراث الإنساني، وإحنا كأننا ماشيين على الحبل الذي هو العصر الحاضر، من غير أن نميل يمينا أو شمالا بين التطرف والتفريط. طيب. هذا هو الذي تربينا عنه. طيب. طيب. ويصعب علي أن طيب. الناس ما تعرفوش، خاصة الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي اللي هنطلبه في آخر الجلسة بقصيدة تلخص لنا هذا الموقف وتلخص لنا هذا أنا أخشى أن تطالبه باستتابة في نهاية الجلسة. طيب اسمحوا لنا نشرك. لو سمحت الكلام ده هو كلام خطير جدا. وهي الصورة المغلوطة لعالم الدين في ذهن جمهور المثقفين. أتت هذه الصورة من قراءتهم، قد تكون أدت من تجاربهم. لو سمحتوا شيلوا الحجاب اللي بيننا وبينكم، لو سمحتوا هيا بنا نعمل برين ستورمنج بيننا وبين بعض، يعني عصف الذهن. لو سمحتم نحن ندعوكم الى كلمة سواء بيننا جدا. وبينكم طيب. اسمح لي هيا بنا نبني هذا الوطن. الحجاب ما بين رجال الدين، لما نتكلم الحجاب ما بين رجال الدين والمثقفين محور كامل. عايز تختزلوا في جملتين؟ هذا حقه. معنا مداخلات تليفونية كثيرة الحقيقة. نستقبل اتصالا هاتفيا من كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ اسماعيل منتصر. مساء الخير استاذ صلاح منتصر. مساء الخير استاذ صلاح. اهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. مستمتع اولا بالحديث يعني، مش وكنت انسى المداخله لانه يعني فضيله الدكتور علي جمعه لابد ان يعني اقرر احترامي الخاص لفضيلته. شكرا يا فندم. اولا كرمز للمنصب الجليل الذي يشغله، وثانيا لشخصه الكريم الذي أعرفه، يعني ده أمر لابد أن أقرره، ومش أعتقد أنه لا يحتاج مني إلى ذلك. يا فندم من ساعة ما التقينا مع حضرتك في البيت بيتك ما التقيناش. معلش. ومن ساعة ما كنا برضو يا فضيلة ما كنا مع بعض في يوم رمضان ما التقيناش. صحيح. فدول الحتتين اللي أشرت إليهم في العمود. إنما ده لا يمنع من الخلاف في الود بقى ولا إيه؟ لا مفيش مانع من الخلاف. طيب. أننا من المؤمنين فعلا أن الأزهر لم يخرج إرهابيا بالمعنى المعروف،
ده شيء يجب ان احنا لو تراجعنا التاريخ نستطيع ان نلاحظ ذلك. النقطة الثالثة ولا بد ان اقررها، اننا لسنا من الذين يريدون فتوى ما توصف على المزاج، يعني لا حسب المزاج النهاردة، لا فتوى على حسب المزاج الثانية، لا، انا من الذين يريدون رأي الدين ويتطلعون الى رأي الدين، ويجب ان نتطلع الى رأي الدين. موضوع التماثيل، وأنا حقصر حديثي عليه على حد معرفتي وقراءاتي، ليس من الموضوعات المقطوع الحكم فيها دينيا. أول حاجة، التحريم مسند إلى حديث يقول لا يدخل الجنة بيت فيه تماثيل وكلاب. لا، لا يدخل الملائكة مثلا، تقصد لا تدخل الملائكة بيتا، ملائكة بيتا، بيتا فيه صورة أو كلب، كلب أو صورة. نعم، فضيلة المفتي على ما أتذكر، والأستاذ سامر كان شاهدا، تلقى سؤالا من أحد المستمعين يسأله أن لديه كلبا، وعندما يدخل البيت يقابله بالبشاشة المعروفة والترحيب، ويلعق لسانه بملابسه، وهو في حيرة ماذا يفعل عندما يصلي. فأجابه فضيلة المفتي باختصار شديد وبوضوح أشد: صلي ولا حرك. طبعا، إذن جزء من الحديث اتهدم، لأنه كيف لا تدخل الملائكة بيت فيه كلاب وصلي ولا حرك. الحاجة الثانية بالنسبة للتماثيل، أن هناك آراء تختلف بالنسبة لهذا الوضع، وأنا لا أقول ذلك من فراغ. فأنا لو كان يعني في كاميرا كانت جابت قدامي الآن صفحة من جريدة العرب بتاريخ 24 مارس 2002، أجرت هذه الصحيفة حديثا مع المفتي الجديد في ذلك الوقت الدكتور أحمد الطيب. أجرت الحديث المحررة نشوى الدين، وكان سؤاله لها: فضيلة المفتي، ده المحررة بتسأل فضيلة المفتي، ماذا تقول لمن يزعم أن التماثيل حرام بل يدعو لإزالتها من الميادين؟ الدكتور أحمد الطيب أجاب نصا، وأنا أنقل من الحديث: بعض العلماء قالوا هذا، لكن العلماء وعلى رأسهم الشيخ بخيت المطيعي والشيخ محمد عبده وكل العلماء المستنيرين والمدققين في النصوص وفي علل الأحكام ولماذا كانت حلالا ولما هي حرام، كل هؤلاء يقولون بأن التماثيل لا بأس بها لأنها حرمت من أجل العبادة، والتماثيل لا تعبد في مصر أو في غير مصر، وأنا مع من يرون أنها ليست حراما. هذا معناه أن هناك رأي يقول هذا ورأي يقول ذلك، وبالتالي كانت ملاحظتي على الفتوى أنها كانت رأيا قاطعة وليست رأيا كاشفة للخلافات فقط. أنا كان، ولذلك أنا قلت، وربما كنت أول من فتح باب الاعتراض على هذه الفتوى، على أساس أن هذه الفتوى كانت قاطعة في موضوع يثور عليه خلاف، وأي واحد عاقل النهاردة يعرف أن هذه التماثيل سبب تحريمها لم يعد موجودا. وقلت في الآخر والله اللي عايز يعبد تمثال النهاردة حيلا يغور هو والتماثيل اللي هيعبدها، وحلال عليه نار جهنم التي. طيب أستاذ صلاح، هذا هو وجهة نظر حضرتك واضحة، المداخلة التي أردت أن أضيفها، وشكرا أستاذ. شكرا جزيلا لاهتمامك وهذه المداخلات. صلي ولا حرج. أنا برضو بلجأ إلى المفكرين والمثقفين والنخبة والصفوة، وإلى الأستاذ صلاح وإلى الجميع. أنا كده بيني وبين الإعلام في أزمة، حلولي الأزمة. أنا عايز أستعين بيكم في كيفية حل هذه الأزمة التي تشغل بالنا بهذه الكيفية، ولكن الحمد لله في كل محنة منحة هي كشفت أزمة للفكر الحر في هذه البلاد، وسوف أتكلم عن أزمة الفكر الحر.
كيف تكون، لكن تعالوا بنا في أزمتي كده مع الإعلام. القصة أن أحد الصحفيين فتش في القديم من الفتاوي فوجد فتوى رقم 68. هذه الفتوى صدرت في سنة 2003، وأنا عينت مفتيا في 28/9 سنة 2003. دار الإفتاء مؤسسة، ليست هي أنا فقط، دار الإفتاء مجموعة من العلماء على رأسهم المفتي. تمام. هو خادم العلم الشريف، وليس هو يأتي فيطبع الأمور بطبعه وكذا. ولذلك في لي آراء ذكرتها قبل الإفتاء تخالف جماهير العلماء. عندما تصدر من دار الإفتاء لابد أن ألتزم بما عليه المجمع وبما عليه جمهور العلماء، لأن الآخرين عندما يأتون لي لا يأتون من أجل أنا، يأتون من أجل ماذا يقول الدين في جمهوره في مدرسته الراجحة، وهذا أمر مهم. المهم أخونا أخذ الفتوى 68 الصادرة في سنة 2003 ونشرها في الصفحة الأولى بتحت عنوان كذا: خرج علينا فضيلة المفتي أو مفتي المفتي، لأنه بعضهم بيقول لك المفتي جمعة في أحد كده، معلش. فيجي ويقول إيه خرج علينا، يوهم أن المسألة جديدة. أنا جايب معايا المستندات أهي اللي تثبت. نمرة واحد، إن الشيخ محمد عبده لم يفتي هذه الفتوى إطلاقا. الشيخ محمد عبده عمل برين ستورمينج اللي احنا بندعو إليه، اللي هو العصف الذهني، في صورة ثلاث مقالات نشرت سنة 1903 في مجلة المنار. تمام. و1903 دي كان هو على دار الإفتاء ولم يفتي هذه الفتوى. يبقى ناخد بالنا ان في فرق بين الفتوى وبين الرأي، ناخد بالنا قوي. ده الفتوى عبال ما بتصدر بتصدر بترتيب معين، بمصادر معينة، بوضع معين. اخذ هذه الفتوى 68. نمرة 2، ظلت دار الافتاء تفتي عبر السنين الطويلة ان التماثيل الكاملة حرام، مش النهاردة، مش خرج علينا المفتي. نمرة 3، الناس بتسأل كل يوم فالناس بتديها الفتاوى المستقرة في الدار. نمرة 4، الشيخ أحمد الطيب عندما عرضت عليه المسألة قال: الله، ده احنا ولدنا في بيت كله تماثيل، ده جدي كان بيصنع التماثيل، يبقى التماثيل ازاي تبقى حرام؟ أنا شايف إن التماثيل مش حرام. وذهب فوجد المقالات التي للشيخ محمد عبده. الشيخ بخيت ما أفتاش بأن التماثيل حلال، التماثيل الكاملة. لم يفتي وليس له شيء خارج الدار أيضا بذلك. الشيخ محمد عبده الأستاذ صلاح جاب الكلام من جريدة العربي 24/3 سنة 2. أنا بقول لأ، ده أنا تحت إيدي السجلات 174 سجل 120 ألف فتوى، دخلتهم بالسكانر وعملتهم وحدثت فيهم برضو علشان المعاصرة، برضو علشان إتاحة هذا التراث الناس تدرسه وتقول فيه وكذا إلى آخره. الشيخ جاد الحق له نفس الفتوى، الشيخ عبر السنين هي نفس الفتوى وأنا لم أخرج ولا كذا. طيب، لم تتغير الفتوى عبر السنين، لم تتغير الفتوى في دار الإفتاء عبر المفتين عبر 110 سنة لم تتغير الفتوى. نمرة 2، من الذي جعلها قضية؟ مش أنا، لا كتبت مقالة عليها، والأستاذ عبد المعطي حجازي بيتابعني فيما كتبت أكثر من 60 مقالة في الأهرام، ومن 30-40 مقالة في الأخبار، وأكتب في الحياة من قبل الإفتاء بسنين طويلة، ولم أذكر أبدا أن تصير التماثيل قضية، وأنا عندي 1,200,000 فرع فقهي. ده حلي طول لما كل شوية هنطلع حاجة نعملها قضية، الحق ده فيها ترشيح للإرهاب. ده أنا بقول الخمر حرام والخمرة بتباع في الفنادق بتاعتنا، بقول إن القمار حرام وبيعمل إدمان، والقمار حقيقي محرم عليه على المصريين
دخول حتى صالة الأمار لكن بيتواجد. في حاجة اسمها المذهب وحاجة اسمها لازم المذهب. صديقي الأستاذ صلاح كتب إنه هذا يلزم منه تكسير التماثيل. مين اللي قال كده؟ وجود التماثيل التي ليست قضية والتي هي محل خلاف مهما كان الخلاف قليلا أو ضعيفا لكن ما زالت محل خلاف. وجود التماثيل دي يلزم تكسيرها؟ يعني احنا بنعلم الأولاد ايه؟ ان الخمرة بقى اللي متفقين على تحريمها في الديانة الإسلامية واليهودية والسكر حرام عند المسيحيين يبقى نروح نكسر الفنادق؟ ده احنا بنعلم العيال وقاعدين نعلمهم ازاي الشعرة اللي ما بين التعايش وقبول الآخر وأننا لا نريد مجموعة من المنافقين تتحجب قدامي وتخلع أول ما تركب الطيارة يتمنع من الخمرة وبعدين يبربع الخمرة أول ما يركب الطيارة زي ما يكون هيتخنق. أنا مش عايز مجموعة من المنافقين، أنا عايزه يمتنع عن الخمرة لأنه مقتنع أن الخمرة حرام. ولو حتى كان مقتنع أن الخمرة حرام وشرب برضه يبقى عارف أنها حرام ويقول تبت إلى الله بعدها. نعيمان من الصحابة كان يشرب ويجي تائب، يشرب ويجي تائب لغاية عمر ما زهق منه قال له سيب نقتل الراجل ده شد ده يبقى عمر بيرشح الإرهاب. لا، إنما عمر علمه رسول الله قال له لا إنه يحب الله ورسوله. أنتوا فين؟ سيدنا رسول الله ده المحبة الكاملة، المحبة الخالصة. معلش بين قوسين عشان المحبة الخالصة دي، لأن المدخل إلى الله هو المحبة أو المعرفة، ما فيش مدخل غير كده. لقيت شجرة في الأردن مورقة في ظل الصحراء، فبقول لهم إيه الشجرة دي؟ قالوا دي اللي استظل تحتها النبي. فجابوا واحدة ليها علم بالطاقة وكده، قالت إيه ده؟ هذه مليئة محبة. يعني كأن سيدنا رسول الله طاقة محبة لا يعرف الكراهية أبدا. والله إذا كنا زي سيدنا رسول الله كده طاقة محبة هنسعد في الدنيا والآخرة، ما كناش طاقة محبة يبقى حسيبنا ربنا ويبقى الحكاية ما هيش نفع. فأنا عايز أقول مشكلتي مع الإعلام أن أحدهم قد فتش وذكر أنني قد خرجت، فرحت ما التفتش إلى هذا علشان الأمور تمر ما مرتش. وكل يا أخي المثقفين زعلوا من حكاية التماثيل دي وجعلوها قضية. طب ماشي لتكن قضية، لأنها يمكن تشير إلى علاقة الفن بالدين، يمكن تشير إلى علاقة الفن بالحرية بالإبداع، يمكن بتشير إلى كده اللي هي القضايا، يمكن بتشير أيضا من ناحية تانية إلى موقفنا من السنة. أبدا لم يتكلم أحد من الناس حول هذا ويقول لي عمرو بن العاص ما كسرش التماثيل. طب ما أنا قلت الطالبان ما كسروش التماثيل، وراح نصر فريد واصل الشيخ الإمام المفتي الدكتور إلى طالبان يقول لهم أهو كسروا التماثيل. ليه؟ عشان عمرو بن العاص ما كسرش التماثيل. ده دليل أهو، ودليل كمان إن نفرض التماثيل دي متفق على حرمتها وهي لا مش متفق على حرمتها، ولكن جماهير العلماء بيقولوا حرام. أقول إرهاب على اللي جماهير العلماء بيقولوا حرام؟ طب ما أنا كده أعمل إرهاب، إرهاب فكري للمفتي. رأي يا أخي من ضمن الآراء، وإن كان هو ليس رأيا ككل الآراء لأني مش رأيي، ده أنا مستند إلى مؤسسة، مستند إلى تاريخ، مستند إلى مصادر. لكن لماذا تحجر علي ولماذا تصفني بالتخلف الرجعي؟ إيه أنتوا زعلانين قوي كده؟ أنتوا محتقنين من الدين ورجاله إلى هذه الدرجة؟ هذا الذي يبدو أمام الناس وهو أمر إحنا ما إحناش مؤمنين به. وأنا مؤمن أن لقاء زي ده يمكن يكسر جبل التلج اللي موجود. وهي دي أرضية الحوار اللي إحنا حابين ننطلق منها. هي في أنا عايز أضيف كلمة بس للأستاذ صلاح. مالك قال إن اللي يلحسوا الكلب ما يجراش حاجة ويصلي، معتمد أهو. بدور لكم على أي حاجة تيسر الأمور، لأن الكلاب أصبحت دلوقتي زي ضرورة للأعمى وللسواق وللحراسة ولكذا إلى آخره. لكن في الصور يا أخي لا، محدش قال من الثمانية ولا من العشرين ولا من الميتين عالم المجتهدين عبر القرون
انها تمثال الكامل حلال. ماشي، عايزين نقول كلام محمد عبده اللي ايده مصطفى عبد الرازق شيخ الازهر بعد كده الامام الاكبر، اللي ايده الشيخ احمد الطيب مفتي الديار. ماشي، مفيش وانا قلت انه ده محل اتفاق، فلماذا تتحول المسائل الى قضايا؟ ادي حته مهمه جدا. أيوة. مين اللي حولها؟ الاعلام هو الذي حولها، ومجموعه المثقفين اللي بينهم وبين المؤسسه الدينيه زي ما تقول كده علامه استفهام، يعني انتوا هتودونا فين؟ طيب ما دي اسئلتنا للاستاذ عمر عماطة حجازي عشان نفض هذا الصمت الحجازي اللي استمر ربع ساعه. حقيقه في 8 محاور ذكرهم فضيله الامام. اولا، ما العيب ان يفتي المفتي جمهور السائلين وجمهور المسلمين باي شيء، سواء في جوهر الدين او في الهيئات او في هيئه الهيئات، اذا اعتبرنا ان قضيه التماثيل، عفوا سؤال عن التماثيل، هو من الهيئات، هو واجبه ان يفتي الناس فيما يسالون. طبعا، وانا لا اشك في هذا ابدا ولا اجادل فيه ولا اخذ على المفتي انه افتى في موضوع التماثيل او كان له راي مخالف لراي حتى الامام محمد عبده. حضرتك قلت ان الحديث عن قضيه التماثيل الان يعود بنا الى زمن التخلف. طيب، لانه ليس يعني لانه اذكرك مره اخرى اذا سمحت لي طبعاً، باني كنت اتحدث عن مجمل، عن مناخ اكثر مما كنت اتحدث عن فتوى بالذات او كلام بالذات او شخص بالذات، كنت اتحدث عن مناخ. اسمح لي اولا لانه تكرر السؤال لي حول موضوع الازهر الشريف، وان الازهر الشريف لم يظهر فيه تيار من هذه التيارات المتطرفه الى غير ذلك. صحيح، اذا تحدثنا يعني بشكل عام، لكن انا حين نتحدث بشيء من الدقه لابد ان نتحدث عن عمر عبد الرحمن مثلا. عمر عبد الرحمن ازهر، وعمر عبد الرحمن له كلام في التماثيل، وعمر عبد الرحمن افتى بما يلي او قال ما يلي، انه لو اتيحت له الفرصه لان يهدم الهرم وابا الهول بالمعاول لفعل. وعمر عبد الرحمن هو زعيم الجماعة الإسلامية التي نعلم أنها قامت بعدة عمليات إرهابية، كان من بينها مثلا مذبحة الأقصر التي وقعت في 1997 وراح ضحيتها ما يقرب من 60 سائح. صحيح. طيب، فإذن نعم صحيح انه بشكل عام نستطيع ان نتحدث عن وسطية الازهر، ونستطيع ان نتحدث عن استنارة الازهر، ولكننا كذلك نستطيع ان نتحدث في رأيي انه عن تقصير ما، وعن ان هناك تيارا في الازهر يريد ان يزايد على التيارات المتطرفة خوفا من ان يتهم يعني باللين او بالتراجع او بممالأة السلطة الى غير ذلك. فنجد انه هذا التيار يقدم الفتاوى المتطرفة المتشددة ظنا منه بان اظهار التشدد يدل على يعني صحة التمسك وشدة التمسك بالدين. هذا كلامي فيما يتصل. طيب، بهذا قبل أن نترك الأزهر، أنت أيضا يعني أشرت في حديثنا يوم السبت إلى فكرة أن ليس كل من يصعد إلى المنبر هو الدكتور علي جمعة أو هو العلماء الأجلاء من الأزهر، بعضهم قد يسيء إلى الدين من خلال تشدده الذي ينبع من إظهاره لحبه للدين. طب أو أنا مثلا عندما أستمع إلى إمام المسجد المجاور لمنزلي يتحدث حديثا ليس لينا وليس حسنا عن عقائد الآخرين، أجد أنه ليس من حقه هذا، وليس في الإسلام ما يسمح له بأنه هو يشتم الآخرين من على منبر المسجد. بس اللي جنب حضرتك زاوية مش مسجد اللي جنب حضرتك مش من الأوقاف ومش من الأزهر، واللي جنب حضرتك الخطيب اللي جنب حضرتك ده هو ده من الهواة،
اللي احنا عندنا دلوقتي. انت عارف حضرتك المكان؟ لما انا متتبع الاستاذ احمد حجازي في مقالاته هو ذكر انا فعلا بجواره زاويه بيضايقوه بالميكروفون وبيضايقوه بالاذان وبيضايقوه كذا وكذا وكذا. انا عايز اقول ايه؟ اتفضل. سؤال، احنا دلوقتي عددنا حوالي 20 مليون ازهري في العالم. في حد غير عمر عبد الرحمن اسمه يحضر حضرتك؟ عمر عبد الرحمن، في حد غيره؟ الآن لا، الآن ومش موجود. عمر عبد الرحمن رجل من 20 مليون، كما أنه لم يلوث يده بالدم، إنما فكر انحرف تحت ضغط إحباط غرض مصلحة جهل ليكن ما يكون. باد دكتور، أليس هناك من الأطباء من هو منحرف؟ طبعا. فيه الباد دكتور طبعا. طيب نسبة الباد دكتور دي لما تكون واحد في الألف مش تبقى يعني برضو نسبة قليلة؟ طب لما يكون واحد في 20 مليون مش يبقى مفيش؟ أظن أنه يبقى مفيش. طيب لما يكون هذا ممتد عبر الزمان مش يبقى برضو مفيش؟ يعني مش 20 مليون وبس، ده احنا كمان لمدة 300-400 سنة متأخرة، ونقدر نقول 1000 سنة منذ ما فتح الأزهر وهو ما فيش ولا. يعني عمر عبد الرحمن هو الاستثناء الوحيد. فإذا أنا أسمح لي فضيلة المفتي، أنا طبعا يعني هيا بنا بس أكمل الجملة بتاعتي. اتفضل. أن خلي دي معاك في ذهنك، لكن أنا عايز أقول أن هناك فارقا كبير بين الفتوى والرأي. صحيح. ودرج الكثيرون على أن يسموا خروج رأي ما من أي جنس كان، والأخ محمد سعد يستعمل كل من هب ودب ويدخلني فيها أيضا، وبرضو أرسل إليه لوم وعتاب أنه ما يصحش أنه يقال على مفتي الديار أنه كل من هب ودب، لأني لست كذلك. أنا مين فضلتك لقال كده؟ محمد سعد الإعلامي اللي معاكو اللي كان محمود سعد. محمد سعد ده فنان. محمود سعد السيد الأستاذ محمود سعد يقول كل من هب ودب، وبعدين ينجي برضو يقول على المفتي عيب. والله العظيم عيب. الفرق بين الفتوى والرأي، ده رأي عمر عبد الرحمن، لكن هل نتصور أن هناك طيارا في الأزهر يوافق على هذا؟ الحقيقة ولوجه الله مع كثرة احتكاكي بجميع طبقات الأزهر من المشايخ الكبار إلى الأساتذة إلى الطلاب الصغار، أنا لم ألحظ هذا، وبقول لسيادتك واعترفت ليك، وهذا أمر إحصائي موجود، 80 واحد دخلوا مع 16 ألف، و80 واحد رجعوا في 6 ساعات. طيب. أنا بس عايزين نبني البلد دي. إذا سمحت لي عايزين نبني البلد دي يا أستاذ عبد المعطي. أكيد. وهذا أكيد. البلد اللي 70 مليون فيه دول، وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين يا أستاذ عبد المعطي متدين طبعا، لا نستطيع أن ننزع الدين من قلبه مسلمين وغير مسلمين طبعا. جيناتك كده يعني ميراثا، هذا لا جدل فيه. اسمحوا لي سأعطيك المجال أستاذ عبد المعطي، ولكن في نصف دقيقة تعقيب من كاتبنا الصحفي وناقدنا الرياضي الأستاذ حسن المستكاوي. مساء الخير أستاذ حسن. أهلا يا أستاذ تامر. أهلا وسهلا. أنا بس هم 15 ثانية مش 30. أنا الحقيقة مش عايز أدخل في يعني المناظرة الجميلة دي حتى لا أفسدها بجهلي، إنما أنا بأحيي الضيفين فضيلة الإمام اللي إحنا بنحبه جدا الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي، حوار متحضر هادئ مثقف جميل نحن نفتقده في وسائل الإعلام المصرية، وأرجو إن ده يستمر بهذا المنهج باستمرار، ونشكركم على هذه الحصة الجميلة. شكرا جزيلا. وكانوا 30 ثانية فعلا. ربنا يكرمك. روح يا شيخ ربنا يكرمك. أستاذ أحمد أيوة. في نقطة مهمة جدا أثرها فضيلة الإمام، وهي يعني تأتي في صيغة اتهام لجماعة أيوة. المثقفين أيوة. هي فكرة أنكم تحاولون التنصل من الخطاب الديني وتنعزلون عنه، وفكرة هذه ألفاظ لا تؤدي إلى المعاني التي تقوم في ذهني يا تامر. معلش. كون أن هذه أتهم المثقفين بالتنصل، وهذه كلمات لها دلالات لغوية قاسية. نعم. أنا
لا أقول هذا. أنا لو أعبر فقط عما يقول في ذهن فضلت الإمام. يا أستاذ أنا ما أجلس مع الأستاذ أحمد إلا أني أفترض أن هناك مشتركا بيني وبينه. صحيح. طبعا. وهو مع الأستاذ ثامر كذلك. نعم. وهذا المشترك هو الذي نريد أن ننطلق طبعًا منه من طبعًا أجل الصلاح. تمام. وأنا لا أظن أن شخصا ما يعني يكون عنده توجه وهو من أبناء هذا البلد إلا أنه يراعي مصالحها. طبعا. ونحن نرى جميعا أن الدين مهم في حياة الإنسان. تمام. وكذا إلى آخره. يعني آخر الكلام اللي أنا قلته ده. طيب. فمعليش خلي طيب أنا هخليها. ولكن يعني مموش بالشكل ده. هذا السؤال أولا خذه على لسان الشخص وليس من ذهن فضيلة الإمام، هذه واحدة. ثانيا هو اتهام يوجه بعيدا عن كلمة التنصل، هي فكرة أنهم يحاولون أن يعزلوا الثقافة بعيدا عن الدين. هذا أفضل؟ تفضل دام على لسانك. لا أنا لا أظن أن المثقفين المصريين والذين هم أيضا من أبناء هذا الشعب الذي تحدث فضلت المفتي وقال وهو صادق إنه هذا الشعب متدين وأنه لا يستطيع أن يستغني عن الدين، وأنا أقول إن الإنسان عامة لا يستطيع أن يستغني عن الدين، لأن الدين يجيب الإنسان عن أسئلة لا يستطيع علم آخر أو معرفة أخرى أن تجيبه عليها. هناك أسئلة متصلة بالغيب ومتصلة بالخير والشر ومتصلة بالثواب والعقاب ومتصلة بالحياة والموت ومتصلة بالخلق والعدم وإلى آخره بالوجود والعدم. كل هذه الأسئلة لا نجد لها جوابا إلا في الدين، ولا نطمئن إلا لجواب الدين. ومن هنا يطلب المثقفون خطابا دينيا جديدا، لأنه هناك فرق بين الدين وبين الخطاب الديني. الدين معروف مصادره لأنه نصوص ولأنه وحي منزل، والخطاب الديني هو فهم لهذه النصوص ولهذا الوحي المنزل. هذا الفهم يختلف من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى بيئة ومن مكان إلى مكان. فإذا كان القدماء قد قدموا اجتهاداتهم في فهم النصوص المقدسة، فهذه الاجتهادات نحن نستفيد منها الآن، لكننا ونقرأها طبعا ونتعلم منها، لكننا مطالبون بأن نجتهد فيها وأن نجيب على الأسئلة التي لم يجيبهم عليها، لأن لنا في هذا العصر أسئلة جديدة. هذا هو. عندما نجد أنه بعض المؤسسات الدينية، يعني المؤسسات العلمية المشتغلة بعلوم الدين، تتخذ من الثقافة بشكل عام موقفا أيضا ليس إيجابيا تماما. طب أعطيني علامات. علامات يعني الكتب التي تصادر والأفلام التي تمنع في مجمع البحوث الإسلامية على سبيل المثال، وفي هذا المجال أيضا أتحدث عن الكلام في موضوع التماثيل، لأن الكلام عن التماثيل كما ذكر تماما فضيلة المفتي وله الحق، إن الكلام عن التماثيل فهم منه أنه موقف من الفنون عامة، وهذه مسألة ليست مطروحة بشدة. تمام. الآن إنه موقف الإسلام من الفن، موقف الإسلام من التمثيل، موقف الإسلام من الرقص، موقف الإسلام من النحت، موقف الإسلام إلى آخره إلى آخره، موقف الإسلام من العلم، علاقة الإسلام بالعلم، من أين يبدأ العلم ومن أين ينتهي، وهل نحن نستطيع حقا أن نتحدث الآن عن كما يتحدث بعضهم عما يسمونه الإعجاز العلمي في القرآن وفي السنة وفي غير ذلك، وأنه كل ما وصل إليه العلم الحديث من اكتشافات وانتصارات كانت موجودة في هذا النص أو في ذاك إلى آخره إلى آخره. يعني هذه المسائل لا أفهم هذه النقطة أستاذ أحمد. يعني هل أنت تشكك في أن القرآن فيه إعجازات علمية؟ لا أشكك، أريد أن أقول إن القرآن قرآن وإن العلم علم،
يعني مثلا الجغرافيا جغرافيا والدين دين. أنا لا أستطيع أن أذهب إلى القرآن الكريم لكي أتعلم الجغرافيا، ولا أذهب إلى القرآن الكريم لكي أتعلم الطبيعة أو الكيمياء، ولا أستطيع أن أذهب إلى القرآن الكريم لأتعلم النسبية وإلى آخره أو الفلك إلى غير ذلك. وينبغي أن نفهم هذا، لأنه بدون هذا التمييز طبعا بين أنا لن أرد فضلة الإمام هو الذي سأرد بدون هذا التمييز بين الدين الذي يخاطب الوجدان والذي يقدم لنا الدليل المنطقي وبين العلم الذي نذهب إليه عن طريق التجربة وعن طريق مقارنة النظرية بالنتائج العملية حتى نتأكد، وعن طريق تكرار التجربة. يعني النهاردة أنت تقوم بتجربة علمية وتقوم بها غدا فتكون النتيجة هي النتيجة. التجربة التي تقع في مصر تقع في إنجلترا وتقع في أستراليا، فهي التجربة، هذا علم. لكننا في الدين نختلف، حتى أصحاب الدين الواحد يختلفون. أريد أن أقول إن هذا الخلط الشائع الذي لم تتصدى له المؤسسة الدينية بين العلم والدين، بين الفن والدين إلى آخر ذلك، كل هذا ينبغي أن احنا نتصدى له، لأنه حتى نصل إلى خطاب ديني جديد، خطاب ديني جديد يقوم على ما يلي. أولا أن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، وهذا يعني أن نعاود دراسة النصوص لكي نفسرها التفسير الذي يتفق مع مقتضيات عصرنا، لأن الشريعة ثابتة ولكن الفقه متطور. الخطاب الديني ينبغي أن يقوم على أساس التمييز بين الوحي الإلهي وبين العلم الإنساني. فهناك الوحي، لكننا مطالبون بأن نقرأ هذا الوحي ونفهمه ونتفهمه ونستخرج الآراء التي يمكن أن نختلف فيها، لأننا بشر نختلف هنا. طيب ما يجب أن ترد أستاذ حجازي في هذه النقطة على كلام فضيلة الإمام عندما قال إن الدين علم، التدين مجال لكن الدين علم، فلا يمكن فصله. الدين علم لكن العلم علم، يعني هناك فرق بين العلوم الإنسانية كما تعلم والعلوم الطبيعية. وإلا كيف نفسر بين رأي فضيلة المفتي في التصوير وفي التماثيل ورأي محمد عبده؟ محمد عبده لا شك في علمه ولا شك في علم فضيلة المفتي، لكنهما مختلفان. وفي العلم الطبيعي لا يختلف العلماء. طيب سنعود للخطاب الديني، ولكن استفسار قبل أن أرجع لفضيلة المفتي. هذا الحجاب الذي نتصوره ما بين علماء الدين وما بين المثقفين، تعتقد من الذي صنعه؟ هل علماء الدين أم المثقفين؟ هذه العلاقة ليست بالمتميزة، لن نقول علاقة سيئة، ولكنها ليست في أفضل حالاتها كما نتمناها. أيوة. ما هو السبب؟ السبب في رأيي أنه هناك مجالات متباعدة للأسف عن بعض. كيف؟ أنه كثير من علماء الدين، ولا أقول كلهم طبعا، يعني فقهاء في علوم الدين، لكن علاقتهم بالعلوم الأخرى ربما كانت غير كافية، أقل. وكذلك الأمر بالنسبة للمثقفين، نحن نستطيع أن نتحدث عن مثقفين كثيرين يفهمون في هذا الفن أو في ذاك، لكنهم لا يقرؤون كما ينبغي في علوم الدين. ونحن كيف نتصل؟ يعني كيف يمكن انه يتصل؟ أيوة. لماذا الخلاف اذا كان لكل مجاله؟ لكل مجاله، لكننا هناك مجالات مشتركه متداخله. تمام. ومنها مجال الدين، ومنها ايضا مجال الفن والثقافه. انا مثلا اسمح لي يا فضيله المفتي اسال فضيلتك، هل تستمع الى الموسيقى؟ نعم. عظيم، هذا هو. فاذا هناك مجال يعني مشترك، انا استمع الى الموسيقى، انا استمع الى عبد الوهاب. والروكندرول يمكن انا ما احبش كثير الروكندرول. ليه؟ لانه انا ليا ذوق خاص لكني لا احرمه. ماشي. طيب
فضيلة الإمام بيحرمه. فضيلة الإمام سيجيب بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، نستكمل الجزء الثاني من هذه المناظرة التلفزيونية الفكرية بين فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية وشاعرنا ومفكرنا الكبير الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي. وكانت الأسئلة موجهة من الأستاذ حجازي إلى فضيلة الإمام ومتضمنة الكثير من المحاور، أعتقد فضيلة الإمام قام بتدوينها. هو في الحقيقة إحنا عندنا أشياء، لأنه يعني أنا كنت هقاطع الأستاذ عبد المعطي في جملة مما قاله بعد كده ماليش دعوة هنتكلم في لكن القسم الأول، وكنت هقول له يعني يا فضيلة الشيخ عبد المعطي. فعلا والدي كان الشيخ عبد المعطي. نعم. يا فضيلة الشيخ عبد المعطي، الكلام هو أن هناك الشريعة غير الفقه، وأن الشريعة هذه ثابتة، وأن الفقه نتاج بشري يختلف باختلاف الجهات الأربعة، هذه بلغتنا الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، كل الحاجات دي احنا بنعملها. وإنه الإنسان في الفتوى يصورها ثم يكيفها ثم يحكم فيها ثم يرى هذه المتغيرات الأربعة حتى يفتي، وإنه مش كل واحد يفتي، لأن في فرق بين الفتوى وبين الرأي. القضية الثانية هي المصادرة، مجمع البحوث الإسلامية يصادر الكتب، الكلام ده غير دقيق إطلاقا، وياريتك تحضرنا وإحنا في مجمع البحوث الإسلامية. القضية هي ما فيش أي مصادرة في مصر، القضية إنه بتصل مجمع البحوث الإسلامية كتب، كتب دي على صنفين، صنف منها بيقوله لو سمحت راجعني قبل مطبع عشان تشوف إذا كنت أنا غلطت ولا لأ، وإذا لقوله غلطات مطبعية ولا إمدائية ولا فكرية ولا أي حاجة ينبهوه إليها فيغيرها أو يتداركها قبل نزول الكتاب، يعني كنوع من أنواع التجويد، وده ياخد الورقة ويعني كأن في عين تانية رجعت عليه. أيوة. وأظن هذا متاح في كل الدنيا، إنه أدي لك كتابي علشان تشوف مراجعة، نوع من المراجعة، تصححولي يعني وتشوف إيه الحكاية. النوع الثاني زي شكاوي بتأتي من جهات متعددة، ساعات تكون جهات رقابية، ساعات تكون جهات أمنية، ساعات تكون جهات أفراد، ساعات تكون مؤسسات، ساعات تكون كذا، بتشكو وتقول الحق الحقوا، دول بيشتموا الرسول، دول بيشتموا ربنا، دول بيشتموا في القرآن، دول بيشتموا في مش عارف ايه، قوم نروح نقراه ونلاقي قابل ده الراجل ما بيشتمش في لا رسول ولا في ربنا ولا حاجة، ده بينقل انه كأنه يعني قال غير المؤمنين كذا والرد عليها كذا، فصاحبنا اتعج، فنقول لا والله الكتاب ده جائز وما فيش حاجة، ونجاوب بهذه الإجابة للجهة التي أرسلت. أيوة. وفي كتب لأن فعلا بيسب الله وبيسب رسوله وبيسب كل حاجة، طيب قوم المراجع يقول لا الكلام ده ضد الدين، الكلام ده غلط، الكلام ده ضد الإسلام. طيب فيقول له طيب، ومزيد لمزيد من الاحتياط ولعدم الإرهاب الفكري وحتى لا يستقل ذلك المراجع، وقد يكون ذلك المراجع وهو على عيننا ورأسنا أستاذ في الجامعة وهو على عيننا ورأسنا متدرب على هذا، لكن حتى لا يستقل بالرأي، يذهب هذا إلى مجمع البحوث الإسلامية اللي فيه كل التخصصات، فيه 33 عضو من كبار المفكرين في البلد ومن كبار الأطباء والاقتصاديين والقانونيين وهكذا، وناس كلها أسماء أظنك تجلهم وكلنا نجلهم. ويقول طب إيه الحيثيات بتاع أخينا ده اللي قال إن الكتاب ده مخالف، فنقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، ايه دي مش حيثيات عشان نمنع الكتاب، نمنع الكتاب، ارمي ده وميتاح الكتاب. على فكرة هو متاح في الأسواق وهو مطبوع دي له سنين، بعض هذه الكتب تتكلم عن السحر والشعوذة وعقلية الخرافة، بعض هذه الكتب تتكلم عن أحاديث موضوعة ومدسوسة وكذا، بعض هذه الكتب تتكلم عن سب للصحابة وللتاريخ الإسلامي كله وكذا إلى آخره، وفي النهاية بنقول لا ده فعلا الكتاب ده
مش مظبوط. قوم يقول ايه؟ ان الكتاب ده غير قابل للنشر. ايوه على فكره ده منشوره متباع منه 90,000 نسخه. اه ثم ما هذا الورقه ولا حاجه. مفيش قوه تنفيذيه بتاخذ راي المجمع، ده هذا الكلام بيروح للجهه المرسله. ليه هذا؟ اين المصادره؟ اسمه ايه الكتاب اللي اتصادر؟ الازهر لا يقوم اطلاقا بالمصادره. الازهر يوجه الناس الى المتاح في كل النظم الديمقراطيه في العالم التي اباحت حريه الراي وحريه التعبير بالمقاطعه. ايوه هو ايه فكره حريه التعبير؟ بقول له ده فلان بيتكلم بطريقه غير لائقه عن حاجتي وكذا الى اخره في الجريده. ايوه قال لي يا اخي ما تشتريهاش، طب ما تقراهاش يا اخي. هو فرض ذلك عليك في منهج دراسي في المدرسه تجعلك انك تقوله في الامتحان؟ قلت له لا، مش اجباري. ده هو نشر كتاب. قال لي خلاص خليه منشور الكتاب واحنا ماشيين على كده. بنقول له طيب ماشي، يا جماعه المسلمين اللي بتسالونا ما تقروش الكتاب ده، لا صدرناه ولا منعناه ولا عندنا. اسمح لي اقدم لفضيلتك. حاضر. ولا عندنا حاضر ولا عندنا سلطه قانونيه للمنع الا في حاجه واحده بس، وهي المصحف. أيوة. بتاع المسلمين. أيوة. اللي امنوه في رقبتنا. أيوة. قم لما نلاقي تحريف فيه نقول النسخه دي والمطبعه دي ما ينفعش تطبع المصحف، المصحف ده لازم يصادر لانه ده تحريف في كتاب الله. أيوة. وكذلك الاحاديث وفقط، ولم يحدث لغايه النهارده شيء في الاحاديث، وان كان طبعا حصل مع شهاده الاستاذ احمد للقران. وعندي نقطتين حضرتك اتفضل. شهادتي كما يلي، انه انا عايز يعني انبئك. نعم. اذا سمحت. نعم. لانه بالفعل بتبقى تقع مصادرات مش مننا. ما طيب. هنا بقى الكلام. طيب. مش مننا، انا حضرت في جهه تانية في نعم. في معرض. استاذ احمد قصده بايعاز منكم؟ لا ايوه هقول. أيوة. لحضرتك حاجه، مش بايعاز مننا هم. اسمح لي الاول اتفضل الشهاده حتى حضرتك قول الشهاده وانا ساعلق لك عليها تماما. طيب. لانني صادقا فيما اقول. مش حكايه الصادق ان انا يعني لا، ده فعلا اللي انت بتقوله ده هو اللي بيحصل. طيب. ولكن انا عارف اللي انت هتقوله دلوقتي، اتفضل قوله للجمهور. طيب. ونسمعه ونشوف هو ايه بالظبط. طيب. انا احضر افتتاح معرض الكتاب كل عام، وفي سنة من السنوات كان لنا لقاء كما هو التقليد المتبع مع الرئيس، وفي هذا اللقاء أثرنا مع الرئيس أو سمعنا أن كتب المستشار العشماوي التي كانت معروضة في أجنحة المعرض، جاء بعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ورفعوا هذه الكتب وصدروا، وقد قلنا هذا الكلام بالنص للرئيس، فسأل فأجيب بالإيجاب أيوة نعم حدث هذا، قال ما يلي تعاد، وليس من حق أحد أن يصادر كتابا إلا عن طريق القضاء، وهذا ما حدث. وهذا هو الحادث. ايوه ولكن صدرت، يعني جاء من رفع هذه الكتب من مكانها و من مجمع البحوث الاسلاميه. ايوه من مجمع البحوث الاسلاميه وهذا الكلام. طيب هذه الشهاده اعتقد سيصدق عليها المهندس ابراهيم المعلم رئيس اتحاد الناشرين العرب، معانا على الهواء في مداخله تليفونيه. مساء الخير يا باشمهندس ابراهيم. أهلا. انا بحيي الطالب. اولا انا بحييك يا استاذ تامر. عفوا يا فندم. وبحيي استاذنا والعالم الجليل الامام الدكتور علي جمعه الصديق العزيز الكبير، وعلى سماحته وعلى ذكائه وعلى سحره، وبحيي صديقي الكبير الشاعر احمد عبد المحسن حجازي، وقلبي معاك وانت بتواجه هذا السحر وهذه القدره. يعني يا استاذ ابراهيم يا استاذ ابراهيم قول جاذبيه بلاش سحر. دي جاذبيه احسن يبقى في عقليه خرافه. طب اسمحك بس يا باشمهندس ابراهيم نوطي التلفزيون شويه عشان نسمعك بوضوح. اتفضل اتفضل يا فندم. الحقيقه
كان في نقطة أثرها فضيلة المفتي ومحدش رد عليها، إن المثقفين وكأن المثقفين في مواجهة مع الأزهر. وأنا دايما بستغرب من استخدام كلمة المثقفين، لأن ممكن واحد يقول على نفسه مثقف وممكن مجموعة تقول على نفسها مثقفين، لكن لا يمكن على مجموعة أن تدعي أنها المثقفين، لأن الأدباء جزء من المثقفين والشعراء جزء من المثقفين ووزارة الثقافة اللي بيشتغلوا فيها جزء من اللي والمفترض علماء الدين من المثقفين طبعا. لكن مش كان علماء الدين على رأس المثقفين والأطباء مثقفين والمهندسين مثقفين ومديرين شركات وفي فلاحين مثقفين، فما أقدرش أقول أن المثقفين ليهم. حتى لو جيت في الشعراء، لو خدت موقف شاعرنا الكبير احمد عبد المعطي حجازي هيبقى غير موقف شاعرنا الكبير فاروق جويده، هيبقى غير موقف صلاح عبد الصبور، هيبقى غير موقف احمد شوقي، كلها دي مواقف مختلفه. انما النقطه ان هناك نوع كما قال فضيله المفتي من الاحتقان، وهناك عدد من المثقفين ينظرون بغيبه وبعدم قدره على الحوار مع رجال الازهر والعكس صحيح. واظن ان حوار النهارده ده بدايه ان احنا نناقش هذه الامور، مش تتنها مسائل صغيره تصبح قضايا كبيره وتتنها مثاره بدون حوار وبدون مواجهه. اذا كنا بنتحاور مع الاعداء مش هنتحاور مع بعض. اما الازهر فانا اللي انا عايز اقوله، انا طبعا ضد ان يكون في رقابه على الادب ولا الفكر من اي جهه كان، وانا كاتحاد ناشئين مصري واتحاد ناشئين عربي واتحاد ناشئين دولي مع حرية الفكر وحرية التعبير وحرية النشر وحرية تداول الكتب استيرادا وتصديرا. طيب هل شاهدت يا باشمهندس ابراهيم واقعة ان بعض اعضاء مجمع البحوث الاسلامية صادروا كتبا او اوصوا بمصادرة كتب؟ مدة طويلة جدا في النشر، مش عايز اقول كام عشان ما بينش، لم يحدث الا انا معلوماتي الاكيدة ان مجمع البحوث الاسلامية ليس له سلطة المصادرة الا على المصاحف، وكل الناشرين والمطابع سعيدة بهذه السلطة لأنها ضمانة لنا جميعا على دقة المصاحف. تمام. أما المصادرة فليست من سلطات مجمع البحوث الإسلامية ولا رجال الأزهر. وبعدين أنا عايز أقول حاجة، هذا العام معرض القاهرة، وزارة الإعلام هي اللي الرقابة تبع وزارة الإعلام، الناس مش عارفة الحكاية دي. وزارة الإعلام وزير الإعلام وأنا بشكره دلوقتي السنة دي قبل المعرض بعت لاتحاد الناشرين وقال أي كتاب فيه مشكلة أنا هبعته ليكوا علشان نشوف ماذا نفعل. واحنا ردينا قلنا يسعدنا ان احنا نعمل لجنه من اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب عشان لو في اي مشكله نحلها. تمام. والذي حدث انه لم يصادر ولم يمنع كتاب واحد. طيب هذه شهاده مهمه جدا استاذ ابراهيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على المداخله، وهو تاكيد لما قاله فضيله الامام انه ليس من حق ومن سلطه مجمع البحوث الاسلاميه مصادره الكتب. هناك نقطتان متبقيتان في حديث الاستاذ حجازي. هو بس تعليقا على كلام صديقي الأستاذ إبراهيم معلم، أنا عايز أقول بس أنه في حرية رأي وفي حرية تعبير، لكن أيضا القضية تحولت من هنا لأن ده متاح إلى هل يجب على الأزهر أن يلزم المسلمين بقراءة ما يراه أنه مخالف للدين، ولا هم لما يستنصحوه ويقولوا له وهو لا يفعل هذا ابتداء كمان لا ينزل فيفتش في الحياة الثقافية فيرى ما يؤكد مثلا عقلية الخرافة فيحاربه وكذا إلى آخره. الجانب الإيجابي ده لم يفعله، وذلك محافظة على حرية الرأي والتعبير. تمام. فهل نطالب الأزهر بأنه لما واحد بيقول له تنصح نقرأ الكتاب ده ولا لا ويراه مخالفا للدين أن يمتنع عن النصيحة أو أن يقول له نعم اقرأه؟ هذه الحكاية. الازهر بيقول لا، ما دام حد هيستنصحني ويقول لي اقرا ولا ما اقراش هقول له ما تقراش اذا رايته مخالفا لما علمناه وعلمناه في الدين. طيب. اللي احنا مرجعيه فيه بهذا المعنى، مش بمعنى رجال الدين الذين يحلون او يحرمون تشريعا، لانه مش بايدينا التشريع كما قلت. طيب حضرتك مفتي احنا قدامنا 10 دقائق، بعدين 10 دقائق فيهم النقطتين. لا واكثر، اريد اكثر حقيقه، اريد ان اكثر. فالنقطة الأولى المعجزات القرآنية. الإعجاز القرآني فيه 250 كتاب مطبوعين. عملنا لجنة في مجمع البحوث الإسلامية علشان دراسة ال 250 كتاب دول، وهي يعني إيه إعجاز قرآني؟ أبدا، ونحن نتفق مع الأستاذ عبد المعطي تماما، اتفاقا تاما، أبدا لم يكن القرآن كتاب كيمياء ولا هندسة ولا رياضيات ولا كذا إلى آخره. كل الذي يدندن حول هذه الكلمة يتكلم بأن النص
اللغوي الذي تكلم بلغة يفهمها البشر، 1830 جزر في القرآن. هذا النص اللغوي الغريب فيه اللي بيسموه الإعجاز أن نصه لا يخالف أي سقف معرفي قد توصل إليه الساينس العلم بس، والشمس تجري لمستقر لها. قوم البدوي بيبص كده يلاقي الشمس بتتحرك من الشرق، يقول اهي بتجري الى مستقر لها، والمستقر بتاعها هو المغرب. ومع ذلك الشيخ بن باز انكر كرويه الارض. الله يخليك، خلينا في الازهر. طيب الله يخليك، ما تطلعناش من حلاوه مصر. طيب ومع ذلك الله يخليك، ومع ذلك قرانا للشيخ الشعراوي انه خاطب أنا دلوقتي جنا بوزيا في جسد شاب من في طالب في كلية الهندسة، وحاوره وأقنعه بالإسلام فأسلم. معلش شوف، أول شيء في الأخبار توثيقها. أنا ما ينفعنيش الكلام ده، وده أزمة عندنا. خدت كلام من الجرائد، ما فيش ولا واحد يا أستاذ عبد المعطي حجازي اتصل بي وقال لي ما حقيقة هذا، ولا واحد. التوثق من الاخبار، ولا واحد قال لي انت اصدرت الفتوى دي ولا لا، ولا واحد هاتك 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 من غير ما توثق. طب ليه؟ لانه في احتقان. الحقيقه بقى علشان نخليه كده، وهنشوف الاحتقان ده في الاخر. انا هقترح اقتراح. هل قرات يا فضيله المفتي مقاله الاستاذ رجاء النقاش؟ نعم. طيب. هديه الى فضيله المفتي، وهي مقاله جيده ومليئه بالاحترام. انا عملت ملفين علشان بس. فلماذا لم ترد عليها؟ لا، هي ما فيش حكايه رد وكذا، لانها قضايا. يا سيدي الفاضل، انا ابى ان تكون التماثيل قضيه. البيان اللي انا طلعته من دار الافتاء، بيان من دار الافتاء الى الذين اهتموا بالتماثيل من دون مشكلات المسلمين. يا اخوانا انتم عايزين تجذبوني الى مساله من 1,200,000 مساله عشان نقعد ندندن حولها. افتحوا القضايا الساخنه، افتحوا قضية الدين والفن. الفن مجال، السياسة حرام ولا حلال، الاقتصاد حلال ولا يعني ايه الكلام ده، الفن حرام اللي نسبت الي، كلام لا معنى له على فكرة. ده الفن مجال فيه الحاجات الحلوة وفيه الحاجات القبيحة. في حاجة اسمها بدعة الفن الحديث، وبدعة الفن الحديث لا فيها ابداع ولا فيها اي حاجة، فيها ان واحد بس. من المفتي هنا؟ نعم. المفتي الديار المصرية ولا الناقد؟ لا، الناقد عبد المعطي حجاز. عبد المعطي حجاز هو اللي بيقول انه هذا ايش يعني واحد يجيب شوية مسامير ويعملهم كده وعلى شوية غيرة ويقول ان انا فنان. ايه واحد قاعد يلزق كلمتين تحت بعضهم وفي الاخر تعرف انه الشاعر لانه كتب تحت الشاعر؟ هذا بلاء. صحيح. انت تمارس نقده وتمارس كذا، لكن اذا الفن هذا ديدرو، ديدرو الفرنساوي ده هو مره حنفيه فتحها فلقى ما فيش ميه، فضوره الميه، فلما قضى حاجته وعز الله السامعين فازال ما عليه مما يزال بالماء بالبول بتاعه، فعدوه مبدعا. يا اخي انا مش هعده مبدعا يا اخي، يا اخي دي حاجه تقرف يا اخي. يا اخي احنا دينا علمنا النظافه وعلمنا الحلاوه وعلمنا الشطاف، ولما يا اخي نروح لديدرو، انا مش محتاج يا اخي الفن ده اذا كان ده فن، لكن في هناك ابداعات فنيه. القضيه اللي احنا متاكد من هذه القصه يا فضيله المفتي. اقرا ديدرو. اقرا ديدرو كده صحيح؟ اقرا في اين؟ اقرا في يعني في فيما كتب عن ديدرو. طب انا اقول لك حاجه، انت بتقول لي انا بقول لك اقرا، معلش يمكن ده في تجاوز عند بعض الناس يعتبر ان انا لا 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 مفيش تجاوز. لا ابعت لك ملف. ابعت لك ملف بالفرنسيه وانت تتقنها. ايوه انا اقراها خلاص تقرأ، يبقى مش هترجمها لك بالعربية. طيب فضلت الدكتور حبيبي دقيقة. حبيبي حبيبي دقيقة واحدة اهي. انا عايز اقول ان الفن منه حلال ومنه حرام. ايوه. ومنه مقبول ومنه مرفوض. والقضية هنا اذا تعلقت باحكام شرعية فانني مضطر اقول
إذا كان هناك شيء في الشريعة مش في الفقه مضطر أقول أنه حرام إذا كان حراما. طبعا العري، العري يا أخي أنا شايف أنه قد يختلف معي آخرون، ماشي أنا ما عملتش حاجة، ما الفنون الجميلة ولكن موجود. أي عري هل 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 تعد رقص الباليه عريان؟ تقول أنا عده عريان آه. ولكن حضرتك تقول في مقالة أو مش في مقالة، ده في لقاء في التلفزيون، إنه العري نسبي وإنه كل مجتمع كل مجتمع هو يحدد معنى العري. صحيح. طب يا أخي المجتمع ده حدد معنى العري وقال الست تلبس حجاب وكده، أنت زعلان ليه؟ ما يجيبش عليك إنك تزعل بتعريفك مش بتعريف أي حاجة تانية. لا أنا مش زعلان، أنا 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 زعلان لما يقال إنه هذا الحجاب هو ركن من أركان الإسلام أو 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 يا أخي يا أو أخي فرض يا أو أخي فرض المرجع ديني المرجع بتاعي وهو ليس فرضا دينيا. أيوه من هو المرجعية يا أستاذ عماصي؟ يعني من الذي يقول أن الحجاب هو فرض على المسلمة أو ليس فرضا؟ من الذي يقول؟ هناك عدة مراجع، هي دي المسألة. لا المرجعية هم رجال الدين ولا لا فكر المثقفين؟ لا وفكر المثقفين، لأن المثقفين مسلمون ايضا. يعني انا يا استاذ عبد المعطي نعم. دلوقتي اللي احنا قلنا انه كل ما سحبنا ان الفن لا. يقومه الناقد طبعا وليس يقومه المفتي. صحيح. طب وان علم الدين يقومه المفتي ولا يقومه اعود اليه طبعا في الاصل، اعود اليه في الاصل، لا بد ان تعود اليه في الاصل، ولكن ولكن لا التزم به. دي قضيه تانية، انا ما قلتلكش التزم به، ده انا بقول لك انه هذا هو الدين. أيوة. اللي العموم الناس دي بتسال عنه. أيوة. وانا سوف الجا اليك حضرتك. احنا نخرج حضرتك انا فكره الحجاب، لان احنا يعني مدينا 8 دقائق اخريات فمش عايزين نستغلهم في. طب انا عايز اقترح اقتراح وهو استمرار النقاش خارج نطاق التلفزيون. انا ادعو المثقفين والمفكرين بجميع طوائفهم، الادباء والشعراء والمفكرين، ادعوهم الى سيمينار وانا مستعد اضيفهم. وليه خارج التلفزيون فضلت؟ لا يعني مش في، اقصد مش يعني في الحلقه دي حتى لا نكلف التلفزيون. لا لا يعني اقصد مش في الحلقه، مش في الحلقه. لا احنا عايزين نشارك المجتمع فيها، لانه ماشي ممكن ان احنا نتفق على مساحات نطلع بها للمجتمع. انا مستعد في سيمينارات متصله، في لقاءات، في جلسات، سموها زي ما تسموها، ونعمل لها موضوع ونسير حولها النقاش ونشوف بعضنا، علشان عدم الفرق بين العلم والمجال، وعدم الفرق بين المذهب ولازم المذهب، وعدم الفرق بين الفتوى والرأي والموقف كمان والموعظة، ده في خلط هنا وفي كده، وعدم الفرق بين الثابت والمتغير، وعدم الفرق بين الشريعة والفقه، وعدم الفرق ما بين الشيء وسبب والشيء ولازمه، وكلها أمور فكرية. ثم علاقات الدين بالأدب وبالفن وبالإبداع وبالحرية وبالتساوي وبالسياسة. اسمح لنا نضيف هذا السيمينار جدا. نعم لنا نضيف هذا السيمينار. يا أخي عندي أنا وهجيب يعني جاتوه وبتاع ده. طيب أستاذ أحمد تعقيب لحضرتك. أنا يعني أولا أشكر التلفزيون المصري وأشكرك شخصيا والبرنامج عفوا على إتاحة هذه الفرصة لي لكي أتشرف بالحديث مع فضيلة المفتي، وأشكر فضيلة المفتي على سعة صدره وعلى كرمه وتواضعه. وأنا سمحني في استفسار قبل إفادة. أيوة. هل تغيرت الصورة الذهنية التي كنت قادما بها إلينا عن فضيلة الإمام وعن المؤسسة الدينية قبل وبعد الحوار؟ تغيرت قليلا، بمعنى أنه تقديري لفضيلة المفتي كان سابق وهو تأكد في هذا اللقاء، لكن لا تزال أسئلتي الجوهرية التي طرحتها في يوم السبت الماضي لا تزال قائمة تحتاج إلى إجابات شافية. ما احنا لا نستطيع تبرئة المؤسسة الدينية في هذا اللقاء من تهمة الإرهاب. أنا قلت طبعاً أن في النهاية هناك نوع من الاستجابة المطلوب. هناك شيء يا أستاذ ثامر. أيوة. أحب أن نختم به هذه الحلقة لأني شايفك على عجلة. غدا سنصلي صلاة الجنازة على شهيد الشرطة. أيوة. الذي استشهد من أجلنا بيد ذلك الإرهاب الأسود. أيوة. هل لا شاركتنا الصلاة عليه؟ طبعا. إذن ففي صلاة الظهر وفي
دار في المناسبات في صلاح سالم عند صلاة الظهر تشاركنا الصلاة على ذلك الشهيد الذي دافع عني وعنك ضد ذلك الإرهاب الأسود. عظيم. أنا وليكن هذا ونحن نقف سويا. أيوة. نلتجئ إلى الله أن يتقبله وأن يلحقنا به في الصالحين، لأن هذا كان صالحا، لأنه هذا طبعاً. هذه ولتسمعني أمه إذا كانت تسمع أو أهله إذا كانوا يسمعون علامة خير طبعاً. نعم هي محنة ومصيبة وكذا، لكن هي علامة خير أنه مات شهيدا، ومات موتة يتمناها كل إنسان أن يموت وهو يدافع عن الحق وهو يضرب على يد العبث في سبيل الله في سبيله. فأنا اسمحوا لي أن أزيد على كرم فضيلة المفتي، فيها دعوة لمثقفي مصر جميعا بالذهاب غدا والصلاة على شهيدنا الأستاذ رائد شرطة عبد الخالق أبو زيد في المناسبات في دار المناسبات في شارع صلاح سالم، وأعتقد هي أن هي دعوة مهمة جدا قبل دار الإفتاء بقليل. صحيح، لا أعتقد أنها أشهر من أن تكون في المتاع. لك تعقيب أخير أستاذ أحمد؟ لا أبدا، هو يعني أنا سعيد فعلا بالحوار وأعده يعني بادرة جديدة في العمل التلفزيوني في مصر، ويعني مسألة إدارة هذا الحوار حتى في هذه المسائل التي تبدو محرجة أو شائكة لدى البعض، كلنا تعاوننا على أنه ويبدو أنه أصبح مطلوب. صحيح. وليس مطلوبا فقط في مجال الثقافة أو في مجال الحوار بين يعني المثقفين، إنما في كل مجال آخر. صحيح. أستاذ أحمد أنا بشكرك شكرا جزيلا، فضيلة الإمام شكرا جزيلا على رحابة صدرك. شكرا لكم. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا، ويعني دعوني أزيد على ما قاله الأستاذ حجازي، هي بادرة وأعتقد أنها سبق للإعلام في المواجهة. كنا نتحدث عن مواجهة ما بين الخطاب الديني أو رجال الدين والمثقفين، ولكن يبدو أن المواجهة أفادت عندما واجه بعضهم البعض، قدر المباشرة وقدر التوضيح وقدر الاحترام زاد كثيرا. نزعم أن هذه الصفحة الأولى في هذه المناظرات التلفزيونية التي عقدناها، وباقي الصفحات ستتوالى، ونزعم أيضا أن ما وعدناكم به في بداية الحلقة على مدار اليومين قد تحقق بالفعل، هو استثمار للعقول المصرية سواء في الثقافة أو في الدين أو في الفكر أو في الأدب أو في السياسة أو في الاجتماع، هي استثمار لهذه العقول التي للأسف الشديد تناطح بعضها في غير المجال، ولكن عندما تواجه بعضها البعض تكمل لنا ديننا وثقافتنا وسياستنا. نزعم أننا قد نجحنا في البعد عن شاكلة الفضائيات التي تتبع أسلوب صراع الديوك، ولكننا قمنا حوارا متزنا عاقلا هدفه المصلحة العامة وهدفه خدمة حضراتكم، ونزعم أنكم أنتم الكاسب الأكبر. غدا لقاء آخر على الهواء في البيت بيتك، أترككم الآن مع هاني رمزي.